فلسطين غير القدس، أصوات الملاح، شريط وثائقي للمخرج كمال هاشكار تم عرضه في مهرجان الحوض بمراكش، يحكي فيه كيف أن أمه كانت تأكل من خبز جيرانها اليهود، وأن جده الأكبر اشترى متجره من إسرائيل نشيا، كما أن والده كان يتاجر مع مواطنيه اليهود بشكل طبيعي. قصة تعايش بين المسلمين والمغاربة يجسدها كمال هاشكار في فيلمه الوثائقي تنغير القدس أصوات الملاح. Content de le présenter dans ce festival qui a été repris, le festival Al House, Ftahnaout, dans ce lieu magique qu'est El Maqam, qui a été fondé par mon ami Mohamed Mourabiti, et de voir toute cette jeunesse qui est là, qui va venir voir le film, les amis, qui parle d'un film qui parle de la mémoire, de la coexistence, Ta'ayush, entre les juifs et les musulmans d'Yel Tinrir. تنغير يعيشها كسفر في الزمن بفضل أجداده الذين يعودون به إلى جذوره الأمازيغية عبر حكاياتهم. تعلم في سن 16 أن هناك بعض الأمازيغ من معتنق اليهودية. ليلا كان يتجول في عالم اختفى، زمن كان اليهود والمسلمون يعيشون سويا.